أبويا صالح أحمد الكسار، وعمي عميد الأسرة أسعد جاوة، وصلي وفصلي عائلة خنكار، والوالدة خالة وديدة السكة، وستي شقيقة سامي البحار، وخالي عمر شاويش راع المسفر، ونسيبة من أبو مجدي العطار، وخطيبتي من عائلة عطرجي، ونبغى نزوج ولد أبو عمار. ونسيت أقول لكم صديقي قصيمي، يهو كل أصحابنا تجار، ولي واسطة في كل مكتب ودائرة، ونعرف نصرف سيفنا البتار، ونحمد الله يوم ماني قبيلي، حيث القبائل سعرها منها أطلب شنب فيهم يسجل عسكري، لجل يحمينا والله الستار، أطلب شنب فيهم يسجل عسكري، لجل يحمينا والله الستار، ونصار حرب ندفهم في نحارها، وحنا نصفق يا حماتة الدار، والله مساكينة البدو في الزمان، اضحك عليه وطمروا في النار، ما عاد منهم خوف، اضحك عليه وطمروا في النار، ما عاد منهم خوف، طايح كرتهم لو يزعلون الليل والنهار، اسمع رد البيت. يقول وراك يا خبلان تضحك على ايوه هلا بالعيال وراك يا وراك يا خبلان تضحك على يا مصطفى يا قصير الاشبار انا زبون الخيل خثريا على النقا فارس ولا جبار من الرجال اللي تجيك اخبار خالي عتيبي واسبيع ايجار وغامد والحارث تراهم اواني وهذيل والعجمان اللي انصار واعرف سليم وحرب واعرف شمر وجميع الدواسر وعنزه ومطاء قبائل عاشا على العز والفخر من ابوكم ليس نجار وحنا وصلتنا الكرم والشجاع وانت بظلمك تطفي الانوار وحنا نقول ضيفنا يا مرحبا وانت تقول صاحبك جرار ما منكم فائده ما منكم فائده لا فيكم نصر وعزتي لكم يا عائله خنكار اطلق شنب فيكم تقود حرمتي اسرع ويضوي ما درى ويصر.